نسبة الأقمال ضعيفة على الشيبسي وعلى البيبسي والكنز، حتى احنا كنا دايما بنرص التلاتة ونجهزها كده، كانت تخلص الوقت ما فيش أي حاجة زي ما احنا رصيناهم بالليل، هم موجودين. بس الأقبال شوية من الأطفال على شوية الديناميت وعلى تلج الأفراح، بس لسه تعمل يعني نقوله كتر خير الناس، يعني مدارس ورمضان ولسه داخل مدارس تاني ودروس، لسه تعملوها تجيب منين؟ وربنا يصلح حال البلد إن شاء الله بإذن الله. الأقبال ضعيف وما فيش أي حد تحدي يشتري، وديك زي ما أنت شايف الصبح والناس قربت تطلع من الدائمة، ما فيش حتى حد قلب كام، ما فيش أي أقبال خالص على شيبسي ولا على كراتيه ولا على حتى شكل نفسها مسدودة ولا. صاروخ من الثانية.